مانتا وحمك هراء أنت هريديني يا وحمليني يا إذا مدين أقارب كتيرا هو أن متسوقيدا بوليسكا هي إس إس بي بقى على هاي النور هذا إذا كانت تقول سيحنا إله سبحانه وتعالى يقول شيء تسيئه وحكرون تهريديني وحمليني يا محكمة دي السرق الدستور كا وقام في أنقه دي وحلبان كي سود دي سي أيان يقال حمليني يا وين شرعه الشقية هذو شرعه الشقية وحمينا قو حما دي ما يحما دين لكن ولو وين تروحي تراها شرعيها لاتشي فيها نبنان سوى بالنا نوحيتي لطورة نبنان إنه شعركم ما شقينه لكن ما نطور الشقيي ودوها بحكمة السلوة حنبليانية أنا كان أحل لبانك وحن لاهي لبانه أبو دا داس له أي أتشاني سيلي قوسي أثنقوة إنبي وين الدلكا إيو الشخصي أسكو سياساتين كان رهيبتا دلكا نبت قليدها نبت قليسة كشقيه وحيد واحد دلكا قوية هذا هو الوشي هذا دلكا هي قارسين أيام كلها هاي NBA شرفتي سيلالي و responsible وفقا حلباني دادو كوكيلي هاي عدكي سوالا مقليا وحوانا اكسن ينالكو هذا شاوي واحد دي شيقي شعري ريسو مانان أنا رد هاي دي شيقي لما دام حسبية كل مية كالبحي دربانه دو دين يهيب البحر كاك غلي هدار رعلان أفريا سقاشنكي إليكو أو كسو نقونيا قحون تيجي أيو دقالي كو دعال ودبو قحرين ما أنت هدار لبدا كاله رعلان لبدا أو كالبحيي أو كالبحيي قوش عده إيو قعلبح بورت قعلبح هذا ما أنت كله رعدان واحد وقعتان إني بتجريد وخطر كجرت ولو كتير ما أنت واحد كبر حياة أفكوده لا يسكو هي سال يسكو تر إلا إذا ما دي سومان لان أي لا أفل قاعدين هز لوتري على كلا كمان إلا محابيس تاني بلا حياة ورجاسي إللي هسود ديننا موسى معكوا لي هذا الشخص رعدان بعد يركي كروب كي وضني ملكو تريني ينك على إلهو حنف هذا هو مسلط ترينا والله واضي هابي دونتا وطوى بدبقوا قروب كسور دان داد إذي موضان دان أمداد موضان أدونك حوكا موقع قدوهو ده حين يحاسد يكو شخصي أي وضان أنا هاي الدانين فيس على وضان إذا قد دانيستا عروت هاي له ما قح كرتو هو إذا قلت له يبين سا عروت شامع عندك السؤال ما قح كرتو لبضع حسبي واسكو مد ما أنت حسبي قال يلا وضني وح الله يحيي سوي مال عند عمل عقوق رولينيا هذا أنا يحان كيمي دي بدنا كيمي إمارات كنتك وضمو بضم على سوشيال يلا سوشيال وح ليه هاي وروا معي ما يمشين إليك إمي يقال لميسان إتوبيا دي أودين لو إريان يا ويا شقاني سا بيني الدولة دي نبلي شعبي دي مي بلي إنا قبل إنا لاي إيه أسكو مغرب إنا كاهين إيو مصبحي تمر بحال كاردكتا لكن دي وايو تبدي نوي هاين أسان أمتي دال كان هادا قونستاقي سا مجليني الشكل أنا وما أنت واحد من هاي ده سومال نادم هاي عود فيس على ورابه وهذا صدق هذا مشترك وحيدون ذاك الكلام دورنا يعني ده كعابنا يا بدنا داب كده وصدق هذا مشترك يسكو حيدون ذاك وأنا كلام تغانا وأنا صدق يا وأنا كلام تغانا وحي لسان أنا واحد وما أنت ذو كلام بدنا هاي حسب جا تدور صنو خلخل كي نجلي إنك يعني بابي وضني وضني كأصوب أمين كل مياه كل مياه موسى ما كان مدح كي هاي دفاع غانك واحد من كلام بدنا هاي M A U
waxaan kala midnay doorashada inuu waqtigeedii dhacdo xalaalna ku dhacdo waxaan kala midnay goonistaaga Soomaaliland inaanay gorgortan gelin dowladda aan jirin Soomaaliya aan la hor fadhiisan afarta arrimood ayaan kala midaysana marka waxaa idiin sheegay shacabka reer Soomaaliland wax aa ka baqdaan huwanta iyo xasan hunguri iyo fiqi maalo dhexdooda ka dhacaysa waad arki doontaa haddaad arki weydid Soomaaliya oo qas ka taagan yahay oo kala googo'ay oo cidla taagan yahay xasan ya waxaad tilaan fayso waxma sheegin ina geela wax kuma yeeli karo xasan iyo gruubkiisaasi ma yeeli karto firdhiya waxba kuma yeeli karto axmed karaash waxba kuma yeeli karo ada wax is yeeli karaa shacabka reer Soomaaliyeed idinka wax is yeeli kara waxaan leeyahay midnimada kalaga shaqeeyo waxaan leeyahay weliba muuse bixiye gruubkiisa maanta dowladda idinka jooga si kastaa ku joogtaan waxaan leeyahay war dadka mideeya war dadka mideeya war haynood aqsa doorasho in hareere iska taagan war MAU ga soo dedejiya maalinta inta mashruuc inoo soo socota haddaa ogtihiin MAU ga maalinta la saxeexo ee doorashadu inoo dhacdo haddaa ogtihiin waa ka xidhintin adduunkii ya maanta halkaa ma isu dhigteen waxaa wariya kumid hadashay ma waxa ii sheegaya waa ogtihiin labadaa xusbi xisbigaa waad ogtihiin farbaa ku godan sidee u dhici kartaa intu ciidamadii laayeen wadane inuu haddana yaa musharax baan ahay ciro sidee haddana u dhici kartaa muuse oo dalkii loo dhiibay maanta ku soo wariyo og oo labadii gobol waaweyn ay ku jiraan muran inuu ilaa haddana musharax baan ahay inuu ilaa waxa weeye dalka waan daafacayaa doorashadii waan qabanayaa inta ii hadhay sidaa Joe Biden ilaa waan joogiya anigu saasa u hagan saasa u hafiicneed laakiin hadduu yidhahdan waa ikan waxaan leenahay haddaba intaas kuu hadhay sida Joe Biden si dadka loo mideyn lahaa ka shaqee kii baxayna ilaahay baa calanka ilaahay baa gacanta ku haya gacanta ilaahay baa ku haya gacanta qofkii soo baxaya laakiin waxay naga weyniya dadkiina masaakiinta ee aynu shidaal siinin oo aynu siinin layr siinin oo aynu waxbarasho siinin oo aynu caafimaad siinin oo aynu biyo siinin soddon iyo soddexaad sannadood gacantooda ku shaqaysanaya inaynu nabadgelyadooda khatar ka gelin yaani ka baryaa waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliyeed maanta durbaanada iyo baabuurta la kaxaysan iyo lanaga hor yimi waa indha sharcaad maxay idiin sheegaya war waxay ii sheegaysaan maanta wadani kuu sheegayo uu haya wadanka war wax muuse kuu sheegayo todorustan uu haya bal maxamuud xaashi wallaahi maanta markaan soo degay shalay waa naxay airborkeeni airborkeeni 10 million ahaa wallaahi waa naxay oo la karkabaya sidii wadadii saltoko waa naxay ina xaashi daamkii 10 million ahaa me di maalinta waryaan caruurtii nagaga dhicin kani daam maahay me ma hawadeeni ma maxamed xaashi war ragga aynu hor taagan ilaah baan ku dhaariya ka war maga waxaan leeyahay shacab yaho qabiilka iska dhaafa hebel maxamed waa qaran baa u baahantay qaran iyo qabiilna meel ma wada galo inagu waan qoys baynu nahay ilaa kalaas qori jooga ilaa kale loo cad jooga qoys baynu nahay isku daqana kala guursaday iskuula ka soo wada baxay is wada garanaya fab isaa isku xidha dalkan wuxuu baa hoggaan qabiil uma baahne marka insha allahu tacala waxaa leenahay nabad ku seexda doorasho fiican bay noo dhici doontaa bidnaha kariim cadowgeyna ilaahi subxaanahu wa afuufi doonaa insha allahu tacala qooda reela sacaaloodna insha waxaa leenahay nabadii socoto nabada qaata firdhiye iyo kooxda afka soo duubataa dan idima wadaan iskuuladii hala furo jaamacadii hala furo wadooyinka hala dhiso dadku noolba u baahan yahay qofka soomaali maanta tuulo hagaajiya waxa la matka qof soomaali dalku una hagaajiya waxa leeyahay nabad ku seexo walaalayaal
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل الدعوة ورركة عيارها إيا أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيا قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121